أنا سؤالي الأخير، يعني إحنا هنقول إنه في انتهاكات ظاهرة جدا، منها الصمت الانتخابي، منها الدعاية المبالغ فيها اللي ممكن حصر مثلا عدد الإعلانات، فده يمثل طبعا خرق للحد الأقصى. لكن حضراتكم كجمعية التنمية الإنسانية، لما بترصدوا الانتهاكات، سواء الظاهر منها جدا والصارخ اللي بنشوفه في وسائل الإعلام، سواء منها ما يصلكم على الأرض، إيه الإجراءات اللي أنتوا بتاخدوها؟ وهل المواطن في ايده حاجه ممكن يعملها لو رصد انتخابات بالشكل ده، انتهاكات 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 بالشكل ده؟ تمام. احنا بداية عندنا غرفة العمليات الموجودة بتاعتنا طول اليوم بترصد الانتهاكات اللي بتحصل، وبتبقى ممكن ازود حضراتكم ارقامها لو حد من المواطنين حابب ان هو يتصل بيها. احنا كمان بنطلع كل التقارير بتاعتنا على موقعنا الالكتروني طول الوقت، كمان بنخاطب اللجنة العليا للانتخابات بكل الانتهاكات اللي بنرصدها. يعني احنا مفيش انتهاك بيصل الينا او مفيش معلومه بتصل الينا ما بنخاطبش بيها فورا اللجنه العليا للانتخابات ونبعت ليها بهذا الامر. الاستجابات يعني عشان نبقى برضه بنتكلم، مفيش استجابات لهذا الامر، لكن ده دورنا، لازم نحط ونقول ان في امور فيها قصور، واحد اتنين تلاته، وبنقوم بنوجه ده. بنعمل مؤتمر صحفي عقب كل مرحله بنشرح فيه ما حدث داخل المرحله من مشاهدات للعمليه الانتخابيه، لان ما اقدرش ادي راي في العمليه الانتخابيه ككل النهارده واحنا لسه ما اكملناش، ما اعرفش ايه الصوره الكامله لان لسه الصوره الكامله ما كملتش، لكن على الاقل بنقول مشاهداتنا عما حدث، وبنقول توصياتنا لكل مرحله، ايه الاخطاء اللي كانت موجوده عندنا وبنتمنى انها ما تكونش مستمره معانا في المراحل القادمه. ده الدور اللي احنا شايفين ان احنا بنقوم بيه. هل ده فندم بشكل، يعني انتوا بتوصلوها في شكل شكاوى رسميه للجنه، ولا هل ده مفروض ان هو يعني يرفع بيه قضايا؟ لانه طبعا حضرتك عارف انه في طعون كثيره جدا على الانتخابات نفسها، ودي ممكن تهدد العمليه الانتخابيه كلها. احنا عندنا المسارين، المسار الاول وهو ارسالها في صوره شكاوى للجنه العليا، احنا بنرسل كل ما يتم رصده لدينا من امور داخل اليوم الانتخابي بنرسلها فورا للجنه العليا للانتخابات على الموقع بتاعها على صفحه الشكاوى لديها، وبنرسلها بشكل رسمي وبنتقدم بيها بشكاوى. ايضا احنا بيتصل بينا بعض المرشحين عندما بيجدوا ان احنا رصدنا انتهاكات داخل الدوائر بتاعتهم ويستعينوا بما نقدمه. عندنا فريق قانوني بيقدم دعم قانوني سواء للمرشحين او حتى للناخبين، يعني احنا عندنا فريق قانوني توجه في المرحله الاولى على سبيل المثال للناخبات في عين شمس وحرر معاهم محضر اداري في اسم عين شمس عشان اللجنه الانتخابيه بتاعتهم ما اترفعتش. كانت مهزله المره طبعا، اللجنه ما اتفتحتش على مدار اليومين لغايه الساعه 4 باول يوم، وتم وعدهم بان هيتم فتح اللجنه وما تمش الاستجابه لهذا الوعد، والسيد المستشار وعدهم في مؤتمر صحفي ان هيستمر التصويت حتى اخر مصوت وده ما تمش، فبالتالي الناس حررت محاضر احنا كنا موجودين. من عدم اتاحه الحق دلوقتي انا عايز اعرف في وسط كل الانتهاكات دي، هفترض انه اللجنه العليا جمعت كل الانتهاكات اللي حضراتكم بتقدموها والجهات اخرى بتراقب الانتخابات بتقدمها، هل ده معناه ان ممكن نلاقي بعد ما تخلص المرحله ثلاث مراحل نلاقي قوائم بتتشال ومرشحين بيمشوا وحاجات كده لو بنتكلم في عالم المثال؟ يعني احنا الاشكاليه اللي موجوده النهارده، انا مش هقول لحضرتك كلامي او كلام زملائي من المنظمات، في اكتر من ائتلاف وفي اكتر من منظمه بتراقب وبتراقب بشكل محترم حقيقي وبتقدم تقارير محترمه، وده جهد المجتمع المدني ككل، مش لينا احنا فقط، لكن ده جهد فعلا بنقوم بيه. لكن كمان تخيل حضرتك ان غرفه عمليات نادي القضاه هي نفسها رصدت. بتشكك فيما يحدث، في محاضر عملها قضاء عمل طبعا احنا عندنا مهازل في الفرز، عندنا مهازل بمعنى كلمه المهازل في فرز اللي بيتم، عندنا اشكاليات الى الان في الفرز وفي نقل الصناديق، في تصميم على ان يبقى في اشكاليه. انا بحذر من ان في هذه الانتخابات يصيبها البطلان الكامل الكامل مش الكامل هو حضرتك. احنا عندنا اشكاليه وده يعني انا حابب ابقى واضح في نهايه كلامنا فيما تصدره اللجنه العليا من بيانات وتقارير، اللجنه العليا تصدر بيانات غير صحيحه، غير منضبطه، غير دقيقه. زي ايه بس اقول عشان ما يبقاش بنقول تهم كده، خلينا نقول معلومات يا فندم. اقول لحضرتك معلومات، اللجنه العليا قالت ان نسبه المشاركه في المرحله الاولى 62، ثم في المؤتمر الصحفي التالي سياده المستشار عبد المعز قال انا اسف انا كنت مرهق والبيانات اللي اديها لي السكرتاريه بيانات ما كانتش دقيقه، ودي بقى يخلينا نحط مليون خط تحت كلمة السكرتارية، يعني معنى كده ان النسب دي بيصنعها السكرتارية مش اللجنة العليا، وده بيخلينا يبقى عندنا شك طول الوقت. الاشكالية الاكبر بقى انه في نهاية المرحلة السكرتارية بتجمع برضه، عشان بس السكرتارية قصدهم بتجمع، يعني القاضي برضه مش هيقعد يجمع 5 في 6 ب 18 وكان معانا 2 وكده فبيجمع. انا مش قادر اجمع، انا مش قادر اجمع، استعين بخبير يجمع، لكن ما استعينش بسكرتارية تجمع. فكرة ان انا يبقى عندي خطأ 10%، احنا بنتكلم في ملايين،
ال 10% دول معلش لما نترجمهم 8 مليون مصري 10% بنتكلم مش في رقم مش سهل يعني. ودي عملية تصويت، احنا عندنا مرشحين تم اعلانهم فائزين ثم قيل ان هم اعاده ثم فوق ان هم اصلا مش حتى مش في دوره الاعاده وفي طعون مرفوعه بهذا الشكل. والمفارقه ما بين الارقام اللي ظهرت غير طبيعيه، 18000 يبقوا 118000 برضه 118000 و180000 دي اشكاليه. ثم في نهايه المؤتمر يعني في نهايه المرحله تماما قال رجع تاني الرقم من 52 رجع تاني 60%. سكرتاري بقى صلحت الغلط الاولاني وماذا عن الأسماء؟ هو قال تاني مره هي 52، قال ان السكرتاري اخطات في ال 62 وهم 52. طب ما رأي حضرتك في أزمة قضاة مجلس الدولة إنه تم اتهامهم إن هم لهم مصالح وأغراض، يعني يمكن القضاة مع بعض في منهم مشاكل كمان. إحنا عندنا برضو من ضمن ما رصدناه، ولكن أنا مش حابب أخوض قوي في القصة دي، لكن إحنا تسميتهم قضاة ده خطأ. مجلس الدولة أصلاً. لازم نقول إن أعضاء الهيئة القضائية التي تجري العملية الانتخابية مش القضاة، لأن القاضي مفهوم القاضي لدينا هو القاضي الجالس. القاضي المنصة. القاضي المنصة. وغير صحيح بالمره ان من يجري عمليه انتخابيه هو قضاء منصه. لا بس فيها خفير قضاء منصه في جزء كثير. منهم في جزء منهم، لكن ما ينفعش ان احنا نقول خد بالك التعميم هنا بيتقال ايه القضاء تجري عمليه انتخابيه وده خطا. من يجري عمليه هم اعضاء الهيئات القضائيه مع كامل احترامي ليهم طبعا مش شك طبعا فيهم لا ولا بقول، لكن احنا عندنا اشكاليه كبيره فكره ان يكون القضاء او حتى يعني من يجري بقى المساعدين بتوعهم امناء اللجان صعب جدا. انا لما بنزل مراقبين كمؤسسه مجتمع مدني ما بنزلش المراقب في نفس دايرته، ما بخليش الشخص يراقب في ذات الدايره بتاعته عشان اكيد مرتبط بمصالح فيها، فما بالك بالسماح لامناء اللجان ان هم يبقوا موجودين ويجروا عمليه انتخابيه في ذات دوائرهم. وده امر يعني لابد ان احنا نفطن اليه، ده اشكاليه كبيره جدا. ده يصنف مخالفه يا فندم كمان ده مخالفه ده من قبل الاليات ابسط حاجه يعني خلينا نفترض الجانب الجيد طول الوقت طبعا مش هيصور ومش هيسمح بالتزوير، طب ليه انا احط عليه ضغوط من اقاربه من جيرانه من كذا ان هو معروف ليهم وان هو حتى موجود في اللجنه دي؟ ليه انا اصنع مشاكل وابدا طول الوقت ادور على اشكاليات اخرى لما يكون عندي انا عندي النهارده اشكاليه ما بين نادي القضاء وما بين اللجنه العليا في تراشق طبعا ما بين الاثنين واضح جدا في المؤتمر الصحفي الاخير ان في تراشق ما بينهم وفي اتهامات متبادله وده امر مرفوض تماما يعني ما كناش نتمنى ان احنا نصل اليه. فما بالك بقى بتقرير منظمات الحقوقيه ومنظمات المجتمع المدني يعني اذا كانوا القضاة نفسهم لديهم شكاوى يعني ما يتقال لي ان في بيان رسمي يتقال فيه ان في 600 قاضي تم الاعتداء عليهم اثناء الفرز من الشرطه العسكريه، لا احنا عندنا مش وده انا بكلم حضرتك عن مصادر عن نادي القضاة نفسهم، لما يتقال طول الوقت من مستشار الزند نفسه يقول ان انا عندي شك وعندنا شك بعد ما وصلت للجان الفرز في مشروعيه العمليه الانتخابيه وفي صحه العمليه الانتخابيه، لا لازم ننتبه ان في اشكاليه كبيره وحلولها بسيطه وحلولها نادينا بيها من قبل العمليه الانتخابيه اللي هي زي ايه الفرز يتم داخل اللجنه اللي تمت فيها عمليه التصويت امر سهل جدا وامر بسيط، الفرز يتم بطريقه الكترونيه يعني مش ممكن مصر احنا ندخل الالكترونيات دي على جنب لان احنا كان نفسنا ما في اصلا انتخابات اذا كان اللي بره ما عرفوش ما علينا ما علينا ده اللي خارج ده المصريين في الخارج ده قمه قمه المشاكل كمان في المصريين في الخارج يعني بس انتوا حملتوا وانه ما عرفوش يدوا اصواتهم بس انتوا حملتكم شارك وراقب وتعلم ليه علاقه بالممارسه من داخل مصر فقط ولا كمان كنتوا بتتابعوا العمليه الانتخابيه بشكل عام من بره؟ احنا راقبنا كمان تصويت المصريين في الخارج وعملنا اول تدريب لمنظمه مصريه خارج مصر، عملنا تدريب في الولايات المتحده الامريكيه ايه ده انتوا مولتوا خارج مصر كمان؟ مولنا الخارج حكسنا شويه كتير قوي يقول لك التمويل بتاعكم منين دلوقتي؟ لا احنا دلوقتي اللي بنمول تمويل الخارج احنا كده اللي بنمول امريكا يعني المفترض ان في امريكا حد دلوقتي فيها عميل للمصريين بالظبط بمفهوم المخالفه بقى يعني لا هنقبض على حياتك وحياتك طالع لا وهنقبض على اللي موجودين في امريكا طب توصيت حضرتك لا عايز بس عشان الاجابه المصريين في الخارج احنا راقبنا التصويت ورصدنا من ضمن ما رصدناه الاشكاليات اللي كانت موجوده في تصويت المصريين في الخارج منذ بدء التسجيل يعني تخيل حضرتك لو حد عايش بره مصر مثلا وما طلعش بطاقه رقم قومي قبل ما يسافر فهو محروم من انه يمارس هذا الحق على الرغم انه المفترض ان الرقم القومي مش مرتبط ان انا استخرج بطاقه رقم قومي لكن اكيد انا عندي هنا رقم قومي ليا اكيد او ان انا اتيح له ان هو يسجل نفسه كان بجواز السفر او باي وثيقه تثبت ان هو مواطن مصري، لكن دي اشكاليات ممكن انها في المراحل القادمه تتعدي ومهمه جدا قبل انتخابات الرئاسه نعالج هذا الامر، كمان مهم نحط اليه
لتصويت المصريين في الخارج افضل من فكره انه يطبع الورقه ويعلم عليها ويروح السفاره. وكمان ازود على ده انه مش المفروض ان المصري المقيم في الخارج ينتخب على دايرته بتاعه الجماليه ولا بتاعه امبابه ولا بتاعه، المفروض انه بيبقى في في العالم كله اللي بينتخبوا في الخارج في مجلس الشعب يعني تحديدا بيبقى في دايره للمقيمين في الخارج بالظبط بنفس مصالحهم. يعني خد بالك حضرتك المصريين في الخارج بيمثلهم الناتج رقم 2 في الناتج القومي في الدخل القومي المصري، يعني دول رقم 2 في الاضافه للدخل القومي المصري، فيبقى ليهم دايرتهم اللي بتعبر عنهم. يعني ما هو ده كله يعني بياخدنا في نفس المحور وهو اتاحه الحق للناخبين ان هم يدلوا اصواتهم. طيب ختاما لكلامنا في توصيات سريعه كده 1 2 3 حضراتكم كمراقبين شايفين ايه المطلوب في الفتره اللي جايه بشكل محدد ومن مين؟ رقم 1 مطلوب من اللجنه العليا للانتخابات التدخل الفوري لوقف عملية الدعاية الانتخابية المستمرة أمام اللجان فورا بشكل حازم، بشكل حازم يشارك معها القوات المسؤولة عن تأمين اللجان. رقم 2 لابد من صدور مرسوم بقانون بجعل الفرز داخل اللجان التي يجرى فيها العملية الانتخابية إذا أردنا انتخابات سليمة. رقم 3 لابد من وجود تفعيل ثقافة المشاركة والتدقيق في اختيار المرشح، ده بالنسبه للمواطنين. يعني لابد ان احنا ننتبه قوي ونعرف ان الصوت اللي احنا بنحطه ده امانه حقيقيه، مش امانه بقى مرتبطه بواجب ديني هتخش الجنه وتخش النار زي ما بيحاول يتروج له، لكن ده بيصنع مستقبل مصر، مستقبل مصر حقيقي. لازم ننتبه لهذا الامر، ننظر له بجديه اكثر، نشعر ان علينا مسؤوليه في هذا الامر، نستطيع ان احنا نصنع افضل اذا اخترنا افضل، وده امر صحيح. استاذ محمد محيي رئيس جمعيه التنميه الانسانيه بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معانا النهارده وبالتوفيق لكم في المرحله الثالثه ان شاء الله. شكرا. ومصر أتمنى كلها التوفيق للمصريين كلهم. نورتنا يا فندم. مشاهدينا دي كانت نهايه فقرتنا في نهارك سعيد مستمره، لكن بعد الفاصل تابعونا.